اي من اللاعبين اللي موجودين في الاهلي كنت تحب تلعب معاه، حتى لو في فريقك، في فريق في اوروبا، اي من اللاعبين اللي كنت بتحبهم في النادي الاهلي والله ومعجب خليني بيهم؟ اقول لك، انا كان لي الشرف انه يعني الحقيقه انا في عمر، كان عمري 17 سنه ولا 18 سنه، نلقى روحي في نهائي تشامبيونز ليج الافريقيه قدام نادي القرن اللي عز عماد متعب ابو تريكا، اللي انا كمهاجم كان حلمي نواجه عصام الحضري، وكان لي يعني الحظ اني سجلت في النهائي. هذوما اللاعبين اللي بصراحة جيلبرتو، هذوما اللاعبين اللي كانوا أسامي كبار خلاو تاريخ في الكرة المصرية، في البطولة المصرية مع المنتخب. كنت أنا كلاعب مقابل كنت لاعب شاب نتفرج عليهم.